أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية سين حمادي رفقة وزير الصحة دكتور عبد الرحمن بوزيد على إطلاق عملية تلقيح واسعة لفائدة متعاملي قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وتستمر هذه العملية خلال الشهر الحالي وستعمم لمختلف ولايات الوطن. وزينا كذا على أن التلقيح هو الحل الوحيد لمكافحة الجائحة والوصول لتحقيق المناعة الجماعية. هذه العملية التي يجب أن ينخرط فيها الجميع، لأن التلقيح هو الحل، إلى جانب احترام التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامات، التباعد إلى غير ذلك. العملية إن شاء الله تستمر على مدار كل الشهر إلى أن يكون إن شاء الله نلحق المستوى نسبة عالية من التلقيح. الأبواب مفتوحة، هذه العملية مش راح تكون الوحيدة إن شاء الله. اليوم بالمناسبة سيد الوزير فتحنا حاثة في وهران على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف حملة أخرى لفائدة كل الحرفيين، والعملية ستعمم على مستوى الوطني على كل الغرف الصناعة التقليدية والحرف. التلقيح في كل المعطيات العلمية، في كل القرارات، في كل ما ينشر، في كل ما يقال، التلقيح هو الحل الوحيد. لما نلقح عدد أو نسبة من المواطنين نجعلهم في مناعة جماعية، وحتى الفيروس يحمل شخص ملقح ما تكونش فيه أضرار قوية ويصبح كحمى موسمية، وهذه تحميه من الذهاب إلى الإنعاش أو العناية المركزة أو شيء آخر.